السلام عليكم ورحمة الله اخواني مشاهدي ومتابعي قناة ابو يوسف تكنو. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو مراجعة لشاشة رويال رحماني موديل FLS50WOS، وهي من شاشات سنة 2022 من شركة رويال رحماني، وتعمل بنظام ويب اوز الرسمي المدعوم من شركة LG. خليكم معانا بهذا الفيديو. اهلا بكم ويانا احبائي. كالعاده اول شيء بدنا نتكلم عنه بمراجعه الشاشات هو الشكل الخارجي للشاشه، وسابقا احنا تكلمنا عن حجم 65 بوصه من هذا الموديل من شاشات رويال الرحمن لسنه 2022، واليوم حيكون كلامنا كله عن حجم 50 بوصه من هذا الموديل. واللي اول ما راح نلاحظ فيه هو وجود كيف الاطار المعدني او اللون المعدني بالقاعده السفليه، وهذا صراحه هي قاعده بلاستيكيه وسبق انه تكلمنا عنها، لكن تعطي كانما لون معدني، اضافه الى الحواف النحيفه جدا، انه الشاشه شبه عديمه الاطار. اما من ناحيه سمك الشاشه فالشاشه تعتبر نحيفه، ومداخل الشاشه موجوده على الجانب الايسر اذا كنت متوقف امام الشاشه، وسلك الكهرباء الخاص فيها هو سلك متصل بالشاشة انه لا يمكن فصله، ويمكن بكل سهولة تعليق الشاشة على الحائط او تثبيتها على الارجل. في حال انه حبيت تثبتها على الحائط، ملاحظة جدا مهمة انه موجود من ضمن كيس الملحقات براغي 2 خاصة من اجل تثبيت الفتحات الموجودة بالظهر السفلية اذا حبيت انه تثبتها على الحائط. هذا الموديل يتوفر بثلاثة قياسات من شركة رويال الرحماني، حجم 50 بوصة واللي هو حنتكلم عنه اليوم في هذا الفيديو، وحجم 55 بوصة و 65 بوصة، وإن شاء الله راح نذكر الأسعار في نهاية الفيديو. بعد ما تكلمنا عن الشكل الخارجي للشاشة، الآن حنتكلم عن مواصفات الشاشة بشكل مفصل. هذه الشاشة LED، واختلافها عن الموديلات الأخرى أنه هذه الشاشة لوحتها VA وإضاءتها خلفية. أول ميزة لهذه الشاشة أنها شاشة 4K Ultra HD حقيقية، أنه تقدم لك دقة 4K حقيقية 3840 في 2160 بكسل. فأي جهاز عندك يعرض دقة 4K، سواء عندك كان مثلا بلايستيشن 5، اكس بوكس سيريس اكس، او ريسيفر او ساتلايت يدعم دقة 4K، فهذه الشاشة راح تعرض لك الدقة بشكل كامل بدون اي مشاكل. معدل تحديث لوحة الشاشة هو 120 هيرز، وبالتالي حتقدم لك 120 فريم، ولكن بشرط على دقة الفول HD، يعني انه لاخراج ال 120 فريم راح تكون الدقة على دقة الفول HD. اما اذا حبيت انه تعرض دقة الفور كي 60 فريم، وهذا بسبب محدودية سعة نقل ال HDMI او منفذ ال HDMI المستخدم، واللي هو 2.0 او 2.0 المحسن. الشاشة تدعم تقنية ال HDR10 وايضا تدعم تقنية ال HLG، فاي جهاز عندك يعرض ال HDR او اي محتوى عندك بال HDR مثل العاب على بلايستيشن 5 او بلايستيشن 4، او اذا كنت مثلا مشترك بنتفليكس او اي محتوى اخر يدعم ال HDR، فهذه الشاشة حتعرض لك ال HDR، وبالتالي حتستمتع بالوان والمحتوى ال HDR. ايضا هذه الشاشه تاتي مع معالج من شركه LG، وايضا اساسا بورد الشاشه كاملا من شركه LG وحتى لوحه الشاشه، وبالتالي معالج رباعي الانويه من شركه LG ايضا راح يقدم لك باقي الميزات الموجوده بشاشات LG، راح نذكرها بالتفصيل ان شاء الله من ضمن هذا الفيديو. ايضا الشاشه تعمل او تدعم تقنيه الترو موشن، وهي تقنيه التنعيم واضافه الفريمات الاضافيه لاي محتوى اقل من 60 فريم او 120 فريم حسب مصدر الصوره، وهذه التقنيه ايضا هي خاصه بشركه LG، وهذه الشاشه تدعم هذه التقنية بشكل كامل، وبالتالي أي محتوى فريمات أقل من 60 فريم مثلا الأفلام اللي تعمل ب 24 فريم، أو محتوى تلفزيوني عادي اللي يعمل ب 30 فريم أو 25 فريم، فستقوم الشاشة بإضافة فريمات إضافية حتى تصبح الصورة جدا سلسة بالحركة وترفعها إلى 60 فريم أو 120 فريم حسب معالجة الصورة من المعالج. أيضا هذه الشاشة تدعم تقنية الأوتو لو لاتنسي مود، وأيضا وضع الألعاب، فبالتالي إذا كنت موصل جهاز ألعاب مثلا بلايستيشن 5، إكس بوكس سيريس إكس، أو بلايستيشن 4، أو حتى إذا كان إكس بوكس 1، فمجرد أنه تفعل وضع الألعاب سواء من قائمة الإعدادات أو حتى أنه تلقائيا راح تتعرف الشاشة على وضع الأوتو لاتنسي مود، وبالتالي حتدخل إلى وضع تقليل الانبوت لاج بشكل كبير حتى تكون سلسة جدا بالألعاب وما تواجه أي تأخير أثناء اللعب. الانبوت لاج لهذه الشاشة يتراوح بين الستة
وبين ال 14 ملي سكند، وهو رقم جدا ممتاز بالنسبة لمحبي الألعاب عند تفعيل وضع الألعاب أو الأوتو لو لاتنسي مود. الشاشة تعمل بنظام دولبي أوديو، وبالتالي الإخراج الصوتي حيكون معالج بتقنية دولبي. الشاشة تعمل بنظام ويب أوس 5.0 المدعوم بشكل رسمي من شركة LG بالتحديثات وبالبرامج، فبالتالي تجربة نظام ويب أوس كاملة راح تكون موجودة بهذه الشاشة، سواء بالواجهة الرئيسية أو بالإعدادات الشاشة، وحتى أيضا من متجر التطبيقات، وكذلك حتى استخدام التطبيقات الخاصة بشركة LG، وراح نوضح أيضا هذا من ضمن الفيديو. وكما ذكرنا قبل قليل أنه متجر التطبيقات نظام ويب أوس يقدم لك عشرات التطبيقات المختلفة اللي ممكن تثبتها بالشاشة، وكل البرامج الرئيسية اللي نحتاجها موجودة، سواء يوتيوب، نتفليكس، متصفح الانترنت الخاص بLG، وايضا حتى امازون برايم وغيرها كثير من البرامج وحتى العاب اللي ممكن تثبتها بكل سهولة من متجر التطبيقات على الشاشة. ايضا هذه الشاشة تحتوي على مساعد الذكي الخاص بشاشات LG اللي هو LG Assistant او مساعد LG، واللي ايضا حيسهل كثير عليك من الاوامر والاستخدامات للشاشة، سواء البحث الصوتي وايضا بعض الاوامر الخاصة مثلا بتغيير مستوى الصوت وغيرها من الامور. غير مستوى الصوت إلى 25. افتح يوتيوب. فتح قائمة الإعدادات المطلوبة. قم بإطفاء الشاشة. حسناً، سأقوم بإيقاف تشغيل الشاشة. أيضاً الشاشة تدعم تقنية الكاست تي في، وبالتالي بإمكانك عرض الموبايل وأيضاً أجهزة التابلت وكذلك اللابتوب أو الحاسوب بشكل مباشر، طبعاً إذا كان موبايلك أو التابلت يدعم هذه الخاصية. بما أنه نظام الشاشة ويب أوز رسمي من شركة LG، فبالتالي أكيد تطبيق LG ThinQ اللي هو الخاص بشاشات LG، وأيضاً بإمكان التحكم بشاشات اللي تعمل من نظام ويب أوز، وبالتالي ممكن أنه تتحكم بالأجهزة الذكية الموجودة على الشبكة، وأيضاً التحكم بالشاشة مباشرة من خلال التطبيق من خلال استخدام أي موبايل ذكي بتثبيت التطبيق على الموبايل والتحكم بالشاشة. أيضا واحدة من أهم النقاط في هذه الشاشة اللي هو أنه يوجد معها ريموتين، وأحد هذا الريموتات هو الماجيك ريموت أو الريموت السحري الخاص بشاشات LG نفسه، أيضا مع أهم ميزة واللي يحبها كثير صراحة من مستخدمين، وهي ميزة الماوس الهوائي أو السحري الخاص بشاشات LG، أيضا موجود بهذه الشاشة، واللي بالتالي حيسألك كثير من الخيارات والتنقل سواء بالمتصفح الانترنت أو أيضا حتى بالتنقل بقائمة القنوات الخاصة بالشاشة، أنه كما ذكرنا تحتوي على رسيفر أو ساتلايت داخلي. أيضا الشاشة طبعا تحتوي على بلوتوث من الإصدار الرابع بالتحديد 4.2، وايضا طبعا تحتوي على واي فاي اضافه الى مدخل ايثرنت او كيبل لان اذا حبيت توصل الشاشه مباشره بالراوتر. اقل مستوى سطوع لهذه الشاشه هو 200 نتس، بينما يصل اعلى مستوى سطوع مع الاتش دي ار الى حوالي 300 نتس. مستوى التباين لهذه الشاشه هو 3000 على 1، بما انه لوحه الشاشه VA. ذاكره التخزين الداخليه للتطبيقات لهذه الشاشه هي 2 جيجا، اما الذاكره العشوائيه فهي 1 جيجا. الشاشه تحتوي على 3 مداخل HDMI جميعهم 2.0 الاصدار B، اين تدعم دقه 4K مع 60 فريم والفول HD مع 120 فريم، ومدخل HDMI الثاني يحتوي على مخرج الارك للصوت مع مدخلين USB، مدخل لكيبل الساتلايت او الرسيفر الداخلي مع مدخل ايضا لسلك الهوائي او الاريال مع مخرج سماعة الرأس ومخرج لسلك الاوبتيكال الصوتي مع مداخل AV ثلاثية اللي هي الابيض والاصفر والاحمر، واخيرا مع مدخل سلك اللان اذا حبيت توصل الشاشة بالراوتر مباشرة. إذن أحبائي، بعد ما تكلمنا عن المواصفات بشكل كامل لهذه الشاشة، أنا حنتكلم عن الخلاصة وتجربتنا لهذه الشاشة بشكل كامل ورأينا بيها. هذه الشاشة تتميز عن الموديلين الآخرين اللي هم 55 بوصة وال65 بوصة إنه لوحتها VA، وبالتالي سوادها كان أفضل وكذلك التباين أعلى، يعني حيقدم لك تفاصيل أكثر بالصورة. هذه الشاشة تجمع كثير من الأمور، إنها تقدم لك 120 هرتز 120 فريم، وبالتالي فعليا أرخص شاشة مع 120 هرتز 120 فريم إذا كان عندك جهاز العاب مثلا بلاي ستيشن 5 او اكس بوكس سيريس اكس او اكس بوكس سيريس اس. نعم ما تقدم لك الفي ار ار، لكن تقدم لك الاوتو لاتنسي مود، يعني انبوت لاق قليل مع 120 هرتز 120 فريم لكن على دقه 2K او الفول HD. هذه النقطه الاولى. ثانيا انه نتكلم عن نظام ويب اوز رسمي كامل مدعوم من شركه LG، وهي ايضا تقدم لك دقه 4K
مع دعم الـ HDR10. والنقطة الثالثة انه سعرها مقابل الحجم، نتكلم عن حجم 50 بوصة بحوالي سعر $300 او $320. وايضا تجربتها الصوتية كشاشة فيها عادية مع تقنية الدولبي اوديو كانت جيدة جدا. لذلك هذه الشاشة تجمع كثير من الامور المميزة اللي صراحة قليل موجودة بشاشات فئة عادية بهذه القيمة السعرية. لذلك هذه الشاشة من شاشات رؤية الرحمن تستحق تقييم 9/10. نتكلم عن حجم 50 بوصة. بالنسبة ل 65 بوصة تقييمه مختلف، وايضا تكلمنا عنه في فيديو مراجعة خاص بالقناة. لكن حجم 50 بوصة من ناحية الحجم ومن ناحية المواصفات ومن ناحية الصورة ايضا، انه كما ذكرت نقطة جدا مهمة واكد عليها مرة ثانية، انه حجم 50 بوصة لوحتها VA وليست لوحة IPS. وللعلم انه ايضا زاوية المشاهدة فيها جيدة جدا. هذا الموديل رغم انها لوحة VA لكن زاوية المشاهدة بحجم 50 بوصة ايضا لا توجد فيها مشاكل اذا كنت جالس على جوانب وتشاهد التلفاز. لذلك تقييم 9/10 صراحة تستحق هذه الشاشة. فاذا كنت حاب تشتري شاشة قدم لك تجربة جيدة من ناحية الاستخدام مع رسيفر او ستلايت، او انه تحب يكون بيها ستلايت داخلي، او اذا كان عندك جهاز العاب مثلا بلايستيشن 5 او اكس بوكس سيريس اكس او اس، وردت شاشة تقدم لك 120 فريم وما كان عندك الامكانية انه تتجه لشاشات الفئة المتوسطة اللي تعطيك 4K 120، فهذه الشاشة تعتبر واحدة من افضل الخيارات، لانها راح تقدم لك الاوتو لاتنسي مود مع ال 120 هرتز 120 فريم مع دعم الـ HDR كذلك. أما بالنسبة لأسعار هذه الشاشة لدى شركة رؤية الرحماني حاليا فهي كالتالي. وللعلم إذا قمت بطلب الشاشة أو شرائها مباشرة من الشركة وذكرت اسم قناة أبو يوسف تكنو، فراح يكون هناك هدية مع الشاشة من شركة رؤية الرحماني. شركة رؤية الرحماني للأجهزة الكهربائية تأسست سنة 1994 باسم رؤية، وتم تغيير اسم البراند إلى رؤية الرحماني سنة 2008 بسبب التقليد. تصنع أجهزة رؤية الرحماني في أفضل المصانع: ماليزيا، تركيا، الصين، مصر. ضمان حقيقي لجميع الأجهزة وصيانتها تكون موقعية ببغداد وبعض المحافظات، وعندنا مراكز صيانة معتمدة بكل المحافظات من شمال للجنوب، وصيانتنا حقيقية 100%. رؤية الرحماني يتواجد بفروعه الرئيسية بصرة، بغداد، أربيل، ووكلاءنا المعتمدين في جميع المحافظات. أهلا بالجميع. إذن حباي أشكركم حسن الاستماع وحسن المتابعة، شوفكم إن شاء الله في فيديو جديد قريبا. أخوكم أبو يوسف.